السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاعتي بازا لنعرفكم على هذا الحي السكني الريفي اللي مبني بطريقة رائعة ويمد يعني راحة غير مسبوقة يعني في طريقة البناء هذه يعني والتعامل نتاع المشروع هذا مع المحيط الطبيعي نتاعو شيء جميل جدا. نخليكم تتابعوا هذه الجولة في هذا الحي السكني او القرية اذا السكنية والسياحية التي تقع في ولاية بازا بالقرب من الساحل. اذا نخليكم تتابعوا الفيديو والسلام عليكم. Thank you.